الكرام متابعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وهي انطلاقة جديدة من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات التحدي، من انطلاقات صباح هذا اليوم على أرضية هذا الميدان، وها هي انطلاقة شوطنا السابع في مجموعة الأشواط، وشوطنا السابع الخاص بانطلاقة وتحديات اللقاية القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها من أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي عهد دبي المنطلق هنا لثالث أيام على أرضية هذا الميدان. نسير معكم إلى الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع هنا رش هنا في الانطلاق والتحديات شاهين راشد بن سعيد بن منانة لقتبي من يقدم لنا شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني غالي لعلي بن حمد بن مطوع بن ضحية لقتبي، وعلى المركز الثالث المنطلق من الجانب الآخر هنا مفوض لسعيد بن راشد بن سعيد بن غدير هنا، وسعيد بن راشد بن غدير لقتبي نعم المنطلق، بينما من الجانب الآخر مرعب فاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي بن غير بدوره إلى ثالث المراكز، والمركز الرابع المركز الرابع ياتي الأسد محمد بن حماد بن سالم الكتبي، هنا ياتينا رابعا، وخامس مراكزنا ظبيان فهد بن حسين بن فهد النعيمي من ينطلق بظبيان، هنا خامسا وسادس المراكز المنطلق مياس علي بن عبيد بن سعيد بن مروشد هنا السبوسي المنطلق بهذا الانطلاق والأداء الجميل، هنا من ياتينا بمياس بهذا الانطلاق الجميل، بينما المركز السابع سابع مراكزنا مفرج مفتاح بن علي بن محمد النعيمي من يقدم لنا مفرج هذا الانطلاق والأداء جميل، هنا سابعا المركز الثامن، المركز الثامن مفوض ثامنا لسعيد بن راشد بن غدير لقتبي، وتاسع مراكزنا معروف السالم بن حمد بن سليم العويسي القادم بهذه الانطلاقة، وعاشر مراكزنا نشوان العلي بن سعيد بن سلمة المنصوري من يأتينا على المركز العاشر، هذه هي النتيجة وأسامي قادمة خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق المميز الجميل الذي نتابعه. شاهين لا زال على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، شاهين راشد بن سعيد بن منانة لقتبي من يقدم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، مسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة، بينما مرعب فاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي يأتينا على المركز الثاني وثالث مراكزنا، الأسد محمد بن حماد بن سالم لقتبي منطلقا هنا على ثالث المراكز، وصل بن سلمة وصل هنا مع نشوان علي بن سعيد بن سلمة المنصوري، ومياس من الجانب الآخر على المركز الرابع، مياس المنطلق بهذه الانطلاقات والتحديات، العلي بن عبيد بن مروشد هنا من يقدم بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل هنا والتحديات، بينما المتسلل المتسلل في هذه اللحظات هنا مشبب لسالم بالدودة بالأسود العامري من يقدم بهذا الانطلاق، يأتينا علي علي بن حمد بن مطوع بن ضحية لقتبي هنا مع الانتاج والمنتجين هنا على أرضية هذا الميدان، نتابع حوران محمد بن سلطان بن مرهان لقتبي من الانطلاق والأداء المميز الجميل، بينما من الجانب الآخر أرى
هناك أسامي قادمة شعارات، وهنا صايب خميس بن سالم بقميص الشامسي القادم أيضا بدوره الوصول كذلك من شايم عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة والتحديات الجميل. الله الله، هناك من الجانب الآخر المنطلق أيضا بهذه التحديات يأتينا هنا مذخور ناصر بن حمد بن محمد العفاري متسللا بانطلاقته وتحدياته شايم عبد الله بن محمد بن سالم الراشدي. الله الله، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. هلموا يا أهالي الإنتاج، هلموا يا المنتجين، هنو حوران من غير محمد بن سلطان بن مرهان الكتبي من انطلق إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا مع الكيلو متر الأخير نشوان من الجانب الآخر العلي بن سعيد بن سلمة المنصوري القادم بهذه الانطلاقة. الله الله، محمد بن حماد بن سالم الكتبي مع الأسد، وهنا من غير مذخور ناصر بن حمد بن محمد العفاري ووصل المجازف، وصل مع مثير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله الله، من يقدم لنا مثير في اللحظات الأخيرة هنا بهذا الانطلاق. يا سلام، التحدي الأخير، ولكن هنا الصدارة مذخور ناصر بن حمد بن محمد العفاري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مثير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والأسد مع بن حماد محمد بن حماد بن سالم الكتبي من الجانب الآخر، وحوران محمد بن سلطان بن برهان من يأتينا على المركز الرابع، وخامس المراكز الله القادم مرموق رامس بن حمد بن مبارك بن عنودة العامري قادم أيضا ما يبنى لطاري يفاجئنا، ولكن الأسد من يغير على الصدارة. الأسد على الصدارة على المقدمة، محمد بن حماد بن سالم الكتبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط منطلقا بالتحدي وبالإثارة هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. سلام 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 للهير، سلام على هذا الأداء مع الأسد محمد بن حماد بن سالم لكتبي. المركز الثاني مذخور ناصر بن حمد بن حمد العفاري، المركز الثالث مرموق رامس بن حمد بن بارك بن عنودة العامري، وعلى المركز الرابع وصل شعار بن زيتون من يأتينا بهذه الانطلاقة مع مثير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعلى المركز الخامس هنا حوران محمد بن سلطان بن مرهان لقتبي من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى. نهى على حضراتكم، نعود مع أهالي الهير هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. هنا 7:32 9 من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجله الأسد محمد بن حماد بن سالم لقتبي، بينما مذخور من حل ثانيا لناصر بن حمد بن محمد العفاري قاطع المسافة في 7:34 3 من الأجزاء من الثانية. أما ثالث مراكزنا فكانت الانطلاقات من مرموق رامس بن حمد بن مبارك بن عنودة العامري ب 7:34 7 من الأجزاء من الثانية. توقيت الزمني، تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.